وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والباحث العراقي هيثم الخزعلي، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد. أهلا بك أستاذ هيثم. مرحبا بكم وبقناتكم الكريمة ومشاهديكم الكرام. أهلا بك. كما أن العراق خاض حربا ضد تنظيم داعش الإرهابي، واضطر ملايين من المواطنين إلى النزوح نعم، إلى مناطق غير وأنا مناطق أردت أن أبدأ سكنهم معك الأصلي. أستاذ هيثم، أردت أن أبدأ معك من المخاوف الأمريكية حول ترشح عناصر من الحشد في الانتخابات. إلى ما ترجع هذه المخاوف الأمريكية برأيك؟ طبعا هذا الموضوع غير واقعي، لأن الحشد الشعبي هو أصبح جزء من المؤسسة الأمنية العراقية، والدستور العراقي لا يبيح لأي يعني عامل أو موظف أو عسكري في المؤسسة الأمنية العراقية بالترشح للانتخابات. أما عن بعض الشخصيات التي خرجت على ضوء فتوى المرجعية وتطوعت للقتال، فهؤلاء ما زالوا يحتفظون بصفتهم المدنية، وبعضهم كان يعني يتسنب مناصب في الحشد الشعبي ثم قدم استقالته من الحشد، وبالتالي هو من الناحية القانونية يجوز لهم الانخراط في العملية السياسية العراقية، وهذه خطوة صحيحة باتجاه حصر السلاح بيد الدولة وعدم عسكرة المجتمع العراقي. نعم، هو ربما هذه العملية السياسية أدت بشكل أو بآخر إلى حدوث انقسامات في المشهد السياسي في العراق. ما هي توقعاتكم لمستقبل المشهد السياسي في ظل هذه الانقسامات والخلافات المتواجدة؟ عفوا، الصوت غير واضح، إذا ممكن تعيدي كنت السؤال. أسألك أستاذ هيثم عن هذه العملية السياسية التي أدت إلى انقسامات وخلافات بين العبادي وهذه الميليشيات أو باقي الكتل السياسية، ما هي توقعاتكم لمستقبل المشهد السياسي في ظل هذه الخلافات؟ عفوا، أريد بس فقط أن أصحح أنه لا توجد ميليشيات في العملية السياسية. القائمة التي دخلت باسم الفتح المبين يرأسها السيد هادي العامر، وهو كان وزير في الدولة السابقة، لكن لديها وعندما جاءت انتماءات عسكرية، انتماءات ميليشياوية بشكل أو بآخر أستاذ هيثم. هي أعلنت الشخصيات الموجودة في الحشد قدمت استقالتها، وبالنسبة للحركات التي أدرجت فيها الحشد هي أعلنت انفصال العمل العسكري عن السياسي وتسليم كل أسلحتها إلى الدولة باعتبارها عائدة إلى الدولة ابتداء منذ تأسيس الحشد الشعبي. وبالتالي موضوع الانقسام بينها وبين السيد العبادي أعتقد السبب الرئيسي فيه يعود إلى إجراءات فنية بسبب قانون الانتخابات 1.7 الذي أقره البرلمان العراقي، والذي يمنح فرصة كبيرة أمام الكتل الصغيرة والمتوسطة ولا يخدم التحالفات الكبيرة، وربما تكون هناك تحالفات بينهم بعد الانتخابات. ننتقل ربما لموضوع آخر، نبقى في الانتخابات. هذه الحملات الانتخابية أدت إلى إعادة النازحين بشكل قسري تحديدا في المناطق السنية. ما هي دوافع إعادتهم في حين أن هذه المناطق لم يعد إعمارها بعد، ولم يعد الأمن إليها بعد أيضا؟ يعني الحكومة العراقية مع الكتل المعارضة والتي تتحجج بموضوع النازحين، هو كل شخص الذي يتزوج من ضارتين وبالتالي لا يعرف كيف يرضيهما معا. بالبداية كانت المطالبات بعودة النازحين ولابد من إرجاعهم بصورة سريعة من قبل اتحاد القوى وبعض الكتل الأخرى التي دائما كانت على مشاكسة سياسية ومعارضة مع الحكومة، وعندما استجابت الحكومة وقامت بتهيئة الأمور لعودة النازحين، بدأوا الآن بالكلام بأنه هذه العودة هي قسرية وإجبارية، ولا أعرف كيف يتم إجبار شخص على العودة إلى منزله. الحقيقة هذه المدن صحيح جزء كبير منها يحتاج إلى الإعمار، ولكن الدول المانحة هي تشترط مناطق غير مهيئة أستاذ هيثم، أنا هذا كان قصدي، على مناطق غير مهيئة والاستغلال الإنساني للنازحين. عموما أشكرك جزيل الشكر هيثم الخزعلي، الباحث والأكاديمي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.